يبغى واحد يرشده، يبغى يقول له اهدى اهدى واجلس مع نفسك وشوف وش الخطوة الثانية. الدنيا ما توقف على أحد، إذا في متسابق بيوقف معه مرحبا ومسهلا، إذا ما في أحد يتوقف معه أصلا كل واحد جاي هنا الحالة، كل واحد يمثل نفسه. هذا المسفري، المسفري هالحين، المسفري ووازع، هل كانوا معه أمس؟ هل أمس وقفوا في صفه؟ هنا سؤال أنا أبغى أسأل الشخصين هذول، هم هل أمس كانوا في صفه؟ وينكم منها أمس يا أخوان؟ كان ينادي يا سلطان يا محمد يا فلان، هل أصبتم كلكم بالصمم؟ لهذه الدرجة صار الرجل في عينكم ولا شيء؟ لا تنسى مهذل يا أبو حمود. مهذل؟ نعم. يعذر مهذل جمهورنا العزيز أني أنا ما نظرتها البارحة في الشاشة، أنا لم أنظرها البارحة، وإذا كان موجود وشاهد الحدث فهو التالي بعد فارس، إذا كان موجود، إذا ما كان مستأذن وطالع ترى هو المسؤول الثاني بعد فارس في وجهة نظري. الآن سلطان اللي كنا نقول يا سلطان يا سلطان ألب الروح يا سلطان، دمرها سلطان، شب شبوبه وجلس على جنبها وقعد يتدفى، قاعد يتدفى على ما عرج الأخ أبو يوسف. لو ما يكون هناك جوال ما طلعوا يعتذروا، والله من بعض الاعتذار إنه من اللسان فقط، وهذا يحزن. إذا الرجل ما أخطأ في نفس الوقت واستدرك وفهم إنه أخطأ صحيح واعتذر في نفس الوقت، وش عندي أروح راجع؟ يعني رحت غرفة النوم تنتظر ينزل عليك وحي مثلا، وينك رايح؟ راح تدور جوال، يوم لقيت الناس قالوا لك إنك يا ولد إيه أنا ضايع، أعطونا فارس يا أخوان. فارس السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. صباح الخير. والله أبشرك بخير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا لك يا فارس من أول يوم إلى 53. الله يطول لي عمرك. أمانة شكرا لك يا فارس، لأنك تبعث السرور وتبعث الرسائل وتهدي من الفوضى وتصلح الأمور، هذه كلها من كاريزمة فارس في داخل البزنس ثلاثة. لكن سؤال، هل ما أصاب البارحة نواف يرضيك؟ أول شيء السلام عليكم ومساكم الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشيتم بالخير. أول شيء طال عمرك المدح هذا ما يرفعني ولا ينزلني يا أبو، وأنا أشكرك صراحة على المدح. طال عمرك ما قلت إلا في أهله، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أبو بكر وهو يسمع. لكن أنا سبحان الله أعرف المدح اللي له غاية. لا لا لا، إذا المدح وراه غاية تشوفه أكس عليه، ما نبيه أتركه. أكس عليه. أنا آسف من ناحية مدحي لك طال عمرك، لأني أتوقع أني أعطيتك إياه في غير موضعه. أترك المدح. أي نعم. عطنا صلب الموضوع. الآن ما هو موضوع مدح طال عمرك. خلاص عطنا صلب الموضوع. شيء أول شيء أنا رجال ليومين تعبان ورحت المستشفى يا طويل العمر. أنا شوف شوف أنت لا نفس الحكاية، زي ما جيت لسيدة تعالي سيدة. هل ما حصل مع نواف؟ هل أنت بسم الله عليك قل لا إله إلا الله، صدري تعبان ولا تخليني. هل أنت جايبني الآن عشان أسمع ولا أتكلم عشان معك؟ تسمع وتجيب بس. أجيب. نعم تجيب. ها أول شيء طال عمرك راجع الكاميرات وراجع البث، أنا ما كنت مع الربع في مشكلتهم سمعت. ثاني شيء طال عمرك في كل بيت يحدث خلاف بين الأخوان وانت ماسك بالشوش طال عمرك، وانتم تقولون عيشوا واقعياتكم. هل صحيح تعتقد اننا ملائكة ولا مثاليين؟ طيب في كل بيت داخل اربع جدران بعيدا عن الكاميرات يحصل نقاش وشدة وصلح. دقيقة اسمع مني، داخل كل بيت يحصل مشاكل وصلح بعيدا عن الكاميرات، انتم هنا عيشوا واقعياتكم بمثالية، يعني انت ما ترضى انك تتهاوش وتقلل من زميلك وتقول لي واقعيه. اي واقعيه تتحدث عنها يا لحظه ما في تقليل يا اخي، دائما تصير مشاكل في كل البرامج الواقعيه يا اخوي. هل تشوف اللي حصل مع نواف مشكله يا فارس؟ انا قلت لك ما حضرت، اول شيء ما حضرت المشكله، وراجع البث كامل، راجع البث كامل من بدايته. واذا اسمع، واذا موجود انا معهم في المشكله، انا ترى كنت داخل وعندي شهود من الاعداد. خلاص خلاص التمس لك عذر انك ما كنت موجود، بس إيه؟ عاما هل ما حصل عاماً بشكل عام، هل ما حصل نواف يرضيك؟ اسمع عاما طال عمرك حدث خلافات بين الاخوان ويحلونها من دونكم ما يرضيك يعني. أما انتم طال عمرك مثل اللي يزيد البنزين على النار. اتركنا احنا يا فارس، هل يرضيك؟ نعم يرضيني ما يرضيني، جواب واضح. وش لكم مصلوح انتم الحين؟
إذا أنت تقول حنا أخوان بدل ما إذا حنا أخوان إذا أنتم أخوان حقيقة يا فارس 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 أنت تقول المشاكل تحصل بين الأخوان إذا أنتم أخوان حقيقة وش تصفقون عليه؟ إذا أنتم أخوان ليه ما وقفت معه؟ ليه ما وقفت معه في دخوليته؟ أي أخوان تتكلم عنهم؟ لحظة قل لا إله إلا الله. هو في الدخولية اختار اسمين سمعت؟ طيب وأنا ما كنت من ضمن الأسماء اللي اختارني وجاني عقب فترة قال لي بخليك محامي وبصير قاضي. قلت أبشر من العين هذه للعين هذه. طيب وش بالك انسحبت؟ ها؟ وش بالك انسحبت؟ ما سوى قاضي للحين. ما سوى قاضي دخليت اليوم. هو دخل على انه لابس مومياء موجود انا وحضرت معه واعتذرت انا كنت اكح وقلت يا الربع تراني تعبان بس حضرت عشان نواف ودخل داخل بيض الله وجهك انك دخلت انك حضرت عشان نواف والله اني جيت وانا تعبان وصدري ذبحني يا فارس فارس اللي عندي اللي عندي انا من الاسئله بخليها اخر شيء اسمع الاستاذ عادل شوف يا فارس تسمعني طال عمرك مرحبا يا عادل الله يحييك يا فارس شوف يا فارس أنا بس أبي أعقب على نقطة واحدة أن ذكرت فيها أنك أنت ما كنت حاضر للمشكلة صح؟ نعم كنت في المطبخ قبلها كنت داخل وقال لي أبو عيسى أنا ترى أتكلم صراحة أتكلم يقول تفضل ها؟ قال لي أبو عيسى أطلع في سالفة تهمك برا قلت وش السالفة هذه؟ أنا استشكيت بالرجال قعدت 10 دقائق أسولف مع أبو بندر وأكل أنيات توست طال عمرك في المطبخ؟ إيه يوم طلع طال عمرك لقيت في ناس يسولفون و... دقيقة ولا بتاع حاجة الكلب الطيب اللي عند الباب هذا من هو؟ هذا عبد العزيز بخليه يتكلم اسلم اسلم يا ابو سمعت؟ حلو فطلعت برا شفت في حاجة قلت الأمور ما هي بخلية من الإعداد لهم دخل وأنا أروح المطبخ وأصلح شاي لا خلوني أتكلم صراحة طيب أنا رجل صريح ما حد قاطع إيه لا تطلعون بعض سمعت وأتمنى كلامي يطلع كامل المهم طال عمرك شفت الأمور دريت إن فيها الحمة ضب رحت صلحت لي شاي طال كيف عمرك كيف الحمة ضب دقيقة يعني فيها طبخة من الإدارة طبخة دقيقة تسمح لي أبو حمود كيف طبخة أنا أحب الشفافية. تحب الشفافية؟ إيه؟ كيف طبخة؟ طبخة بين الإدارة وبين مين؟ طيب ليش يجيني محمد عيسى قال اطلع في سالفة همك برا عطاني ابتسامة. دقيقة، طبخة لا تتجاوز، طبخة بين الإدارة وبين مين؟ ما أدري. أيوه لا ترمي كلام اسمعني اسمعني اهدى 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 لا ترمي كلام وانت بين قوسين مش قده يا فارس لا ما ترمي كلام اسمعني قده وانا ما صادم الا اداره واعداد اما اخوياي طيب على عيني والراس الطبخه بين الاداره وبين مين ما ادري عنكم روح اسال محمد عيسى ايوه على اي اساس تتطرق اسمع انا اعطيتكم طرف علم وانتم كنقاد لا 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 اسمع عادل هيف دقيقه لحظه وانا اخوك دقيقه وانتم كنقاد لكم طال عمرك انكم تتحققون من الكلام ومن صاحب القرار بعد يتحقق من الكلام طيب تبين اتحقق من الكلام اي نعم لا شوف بربيز مربيز اقول لك كذا اقول لك تراني فاهم الطبخه يا حبيبي انا ما عندي ربيز اهدى انا ناقد مش مقدم اهدى لا لجنب صار عندك عملوان يا فارس اهدى شوي تبي مويه اعطيك مويه لا عملوان طال عمرك يفرق بين طيب يخطي بين الالوان بس طيب اهدى شوي طال عمرك اول شيء فارس رمى كلام للاسف يعني طلع بصوره غير جيده يقول ان في طبخه لا الحمد لله صورتي ممكن جيده خليه يكمل مثل ما كملت خليه يكمل لو سمحت يا فارس لا تتحسس مني فارس اسمعني حتى النهايه شوف انت تدري اني احبك يا عادل وانا احبك لين تبدا الفقره شوف فارس يقول ان في طبخه ما بين الاداره او الاعداد سالته قلت بما انك شجاع وعندك خبر طبخه بين مين ومين قال ما ادري طلعت بصوره غير جيده يا فارس أعطيكم طيب رقم 2 الثانية بقولها رقم 2 يقول فارس أنا ما كنت أدري عن المشكلة كنت خارج النطاق وقال أبو حمود ما كنت أدري ما كنت حاضر أنا أعذرك ولكن أنت طال عمرك يوم أنك تأكل توست كنت تسمع الصجة واللجة بينك وبين أخوياك تمام واعترفت بهذا الشيء أثناء ما كنت موجود أنت في الهنجر في المطبخ انك تسمع في المطبخ سمعت ايوه في فرق بين اسمعني. لا 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 الخطا اسمع عادل عادل والله طيب اهدى حتى عادل امشي يا فارس يا فارس خلي يا فارس فارس اسمع منك دقيقه بخليك ارد عليه بعد ما خلص كلامه لا لا بخليك يا فارس نفداك هذا تقاطع صوت انا ما ارضاه نفداك انا ما ارضاه خليه يسكت لا يخطي لا اعترض لا يخطي اعترض بعد ما ينهي
تفضل عادل. اوكي عادل قال يا سمعت. لا الله كلامي كلامي انا قلت سمعت دقيقه انا سمعت في المطبخ ما قلت لك داخل يوم اني داخل جاني محمد عيسى وقال لي كذا فارس برا في سالفه همك طيب اوكي انا ايش قلت يوم طلعت لا انا قلت لك يوم طلعت ما قلت لك سمعته من داخل والله لو اني طيب ايش اللي سمعته داخل بالمطبخ لا ما سمعت داخل يمكن لا يوم طلعت برا أيوة. هنا كمل هنا ما قاطعك بس صحح معلومتك يوم انه في المطبخ ايوه يقول مد طيب هذا كلامي يا بالله يا فارس الله يرحم شيبانك خليه يكمل كمل تفضل هذا كلامي تفضل يوم انه في المطبخ يقول مد الشباب اني سمعت صوت برا من الشباب انه صوت نقاش يعني يقول كذا وسواء انت سمعته من المطبخ ولا من سريرك من غرف لا الحلو. من المطبخ طيب تسمح لي من المطبخ تسمح يا فارس لو تكرمت يا فارس يا اخي سبحان الله يا فارس المطبخ يا فارس طيب ما في المطبخ يا رجال في الحوش طب انا قلت لك خل منك خلها في المطبخ ولا في المطبخ ما منطقي لا هذه تهمني النقطه يا فارس انا قلت لك سواء انت سمعته في المطبخ إيه لا في المطبخ وانا اخوك او سمعته في حتى في غرف النوم او سمعته حتى في بيتكم طالع 24 سمعت بيتنا بعيد ما اقدر اسمع انت في نهايه الامر طالما انك سمعت هذا لا يعفيك عن الدخول ما ادخل مشاكل لان كيف لا المشاكل شيء بيت ما تدخل تدري ليش هذا الشيء اللي نبي اوصل له المشاكل شيء يا فارس يا فارس يا فارس اسوي صغير يا فارس طيبت فينا الليالي وبقعت فارس الليالي اللي مرت بين شر وبين خير والليالي المجبله ما ادري وش يا فارس فارس لو تكرمت تفضل انت اكبر من حنا نفيض صوتك ونكمل كلامنا وبعدين نرجع يلا تفضل لو تكرمت من زمان ما تشكس كلامه خلي الجمهور يسمع وخلنا نسمع ونفهم وجهه نظره لو تكرمت يلا تفضل تفضل يا سيد آدم ممتاز يا فارس وهذا اللي أنا أبي أوصل له يا أخوان عشان أعلمكم كيف أنا استدرجت فارس لا والله ما استدرجتني حبة تمام خليك واثق من نفسك واسمعني حتى أنت لو تكرمت أوكي استدرجت فارس حبة خذيت منه الجواب بشكل ضمني يقول أنا ما أحب أدخل في المشاكل الله يبقى سالم من يعتقد أن هذا المتسابق الجميل جدا في حضوره ولكنه للأسف غير جميل في قيادته للنسخة كل نسخة إذا أرادت أن تنجح في عالم برامج الواقع لابد أن يكون لها قائد للنسخة قائد النسخة يلزم أن يكون فيه أمرين أن يكون محبوب من الجميع صحيح وفارس هو ما زكي على الله ولكنه محبوب من الأغلب على الأقل تقدير رقم اثنين أن يكون يضحي أحياناً يدخل لإصلاح ذات البين أو يدخل في أمر معين ويقدم ألف يقدم مثلاً عبد العزيز مسفري في 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 حدث معين أو ما شابه على حساب نفسه ليش؟ لأنه قائد بما تعنيه الكلمة من معنى يخدم أخوياه ولكن للأسف فارس ما خدم أخوياه في أقصى لحظة بالنسبة لي أنا يا عادل بن هيف مرت طوال 51 أو 52 يوم في البزنس أنت ما قدرت تخدم أخوياك ولا قدرت تشعر بخاصية القيادة الأخ الكبير للنسخة وقال أنا ما أبي أدخل يعني لنفترض أنه صار طحن ومطاحن تقعد تتفرج عليهم يا فارس كلام غير منطقي ولا يخرج من متسابق مثل فارس ولكن أنا حبيت أبلغكم أن فارس الحربي إيش قال مد نواف العرماني قال يا نواف أنت جاي عشان مين خليك في نفسك إذا أنت يا فارس بتكون متسابق دوبك دوب نفسك فأنت لن تصنع وإذا كانوا متسابقين مثلك فأنتوا لن تصنعون نسخة ستبقى في ذاكرة المشاهد دائما المشاهد لا يبقى في ذاكرته إلا النسخة المتلاحمة يا سيدي الفاضل وتعلم طال عمرك في قادم الأيام أن تقف مع أخوياك إذن تفضل إذا عندك جواب تفضل جواب أول شيء طال عمرك أول شيء أنا ما صنفت نفسي كقائد هذا أول شيء أنك ما تبقائد نعم ما هذا رايك اعترف اخواني طال عمرك فيه اكبر مني وفي من احق مني طال عمرك القياده ليست بالعمر وكلهم طال عمرك كلن يمثل نفسه سمعتوا كلهم فيهم الخير والبركه وجايين متربين لا احد يقود احد ولا احد يتبع ما له علاقه لا 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 اول اي اول لا لا فارس فارس خليك افهم المعنى وليس الكلمه ما عليه طيب خلاص خلينا نكمل ها الكبت القياده لا تعني ان الاخرين غير متربين ما اي لا تمشيها حبيبي لا تمشيها لا ما مشيها يا عاد ما مشيها مثل ما تمشيها انت تمشيها هي تمشي عليك بس ما تمشي علي لا تمشي عليك وعلى اللي عندك كله تفضل يا عادل يا فارس الثانيه فارس يا اخي وش لزوم والله لو انه سالم حزام بس عين خير خلني اكمل فارس سم فارس وش دخل سالم حزام
ما عليه خلني أكمل. ودقيقة أنا بوقف هنا، وش دخل سالم حزام؟ يا رجال خلني أكمل. طيب أعلم صالح وش قايل أمس العليان؟ علم يا حبيبي، لا تردها من اللي أنت أضربه. ها علم طال عمرك، إذا كان الواحد منكم باع خويه بتعب تبيع يا رجال. وش ببيعك أنت؟ بيع أبيعك؟ بيع بريالين بعد. أنا طال عمرك أكبر من الأمور هذه، لكن دام إنك أكبر من الأمور هذه فرجاء لا تدخل سالم حزام. بالله يا فارس أنت كبير يا فارس. بدخل سالم حزام طال عمرك، وبدخل اني احترمه واحبه واقدره، ويوم انه في النقد كان رافع المستوى. يا فارس 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 طال عمرك تتكلمون على كذا، احنا عتبنا عليك يا فارس. طيب خليني اكمل لكم الحين، بكمل نقاطي يا اخوي. اكمل نقاطي. اول شيء طال عمرك انا قلت لك لاني بقائد ولا احد انتبع لاحد، سمعت؟ هذا طيب. اول نقطه. طيب. ثاني نقطه، دائما اذا حدثت مشكله من الحكمه لا اول شيء ما هي بواصله باليدين، اول شيء كلنا اخوان طال عمرك، وتحت الهواء ما حد بمد يده على الثاني. أزرق. سمعت؟ حتى تحت الهواء. الثانيه طال عمرك دائما في كل مشكله خل الامور تركض، في بيت يقول اخاف اجي مزهاف ارمي ولا اصيب، والرميه اللي ما تصيب تغبني. فلو دخلت في مشكله طال عمرك وهم ثايرين ما راح تصلح، هذه كلمه من ذا وكلمه من ذا، لكن لو ركضت طال عمرك الامور تقدر تحلها. ما بثايرين كانوا يتناقشون. دقيقه طيب انت باي وجه حق تدخل في مشكله محمد ملحم وتقول يا اخواني انتهت مشكلة محمد ملحم، حتى تروح القايد؟ اسمع، انت اللي اخترت القيادة وانت اللي حلت مشكلة. نعم. احنا ما قلنا لك حلها. نعم اسمع، حليتها لانها اخوي وعزة وقدر، وهذول هم اخوانك. نواف ما هو اخوه، سمعت بعزك؟ الله اكبر لك الله يا نواف. المتسابق السهل هذا اسهل متسابق مر في الكفش الروس. قال حليت مشكلة محمد ملحم لانه اخوي، بينما نواف والله عادل. هذا يثبت يا ابو يوسف ان اهداء اهداء اهداء، هذا يثبت يا ابو يوسف ان الاعتذار فعليا مهم. جيتكم واحد جيتوني. اسمع لا جيناك اربعة، احنا جينا هنا طال عمرك علم استغفر الخطا. ابو يوسف اسمع من ابو يوسف عشان نجمع نقاط مرة واحدة. اسمع صالح، من حقي عليك اني ارد، من حقي عليك اني ارد، خليني اكمل. من حقك علي انك ترد؟ اسمع تفضل. من اليوم هو يقاطع. فقلت لك يوم هدت المشكله طال عمرك، سمعت؟ ها؟ وقلت تحت البث وقلت يا الربع هدوا الامور، ويوم دخلنا تحت البث الحمد لله حلينا المشكله وطلعوا كلنا يحب خشم الثاني وانتهت الامور. ترجعون تحرثون الجمر طال عمرك، ها انتم كبار. وش جمرته؟ وش جمرته يا فارس؟ انتم قدوه. وش جمرته يا فارس؟ وش جمرته؟ فارس تعال انا بعلمك بحاجه يا فارس، بعلمك بحاجه. انت رضيت فارس رضيت تكون قائد او ابن حلال؟ من قال اتفق؟ اسمع اتفق المتسابقين والجمهور على حبك وعلى معرفتك القيادة، بس تقود بكيفك. الحمد لله انت تقود بكيفك. لا ما اقود بكيفك والله، بكيفك. تفضل يوسف. فارس تفضل يوسف. الركاده زينه وانا اخوي فارس راكدين ان شاء الله. لا انا اتكلم عن نفسي بحل المشاكل، احب الركاده. انت قلت اني انا تدخلت في موضوع محمد ملحم لاني احبه وعزه واحب انهي حتى نواف احبه وعزه واقدره وكلهم، حتى انت احبك واقدرك وعزه، واحنا بعد نحبك ان شاء الله. السؤال، انت تقولون المشكله انتهت الحمد لله. طيب سؤال، من هم اللي معاونين نواف؟ ابن حلال انا قلت لك في وقتها ترى كنت تعبان والله ما ادري، لكن انا اللي خصني انا، لان المشكله الى الان ما انتهت. انت سألت الحين سألتني صح؟ ايوه. اللي خصني انا نواف قال بعد ما اسوي الدخوليه بعد يومين انا بجيك بخليك تصير محامي. قلت ابشر وعليها، ما جاني اليوم على الدخوليه بعد شوي. طيب هذا اللي يخصني انا يا فارس، لكن الامور والمشكله حليناها والحمد لله. طيب احنا ما راح ناخذ منك ولا جينا نسالك ما قال لك جايبيني هنا، لانك انت قاعد تقول انا ما حضرت المشكله، فكيف فارس. طيب انت فارس. جايبيني هنا اصلا دام اني ما حضرت المشكله عشان ابين لك فارس. اول ما اعتذر عليكم انتم لو انكم متابعين للقناه من اسمع متابعين البث كامل ما كان ناديتوني، لكن انتم تتابعون جزء اجزاء بسيطه. اول ما دخلت ابو حمود قال لك ليش ناداك؟ كان يبغى يشكرك على جبر الخواطر اللي قلت لنواف. هذا ما يحتاج اشكر عليه، لان هذا الكلام نابع من قلبي طال عمرك. وسالك هل انت راضي عن اللي صار؟ رح دخل في فارس 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 وما ادري حاول تغطي. شوف يا فارس، انت دخلت عندنا هنيه، اول ما جيت هنيه هجومي، ذكرنا ومدحنا وثنينا وزعلت. اسمعني خليني اخلص نداك. ذكرنا هاك بطيب ومدحناك وزعلت. احنا جبناك اليوم
جبر الخاطر اللي أنت سويته هذا جزء من شخصيتك داخل القرية. المطلوب منك أن تعرف أن النواف العرماني أنه يتقبل منك. يعني لو جيته وقلت له يا نواف العرماني أنا أشوف أن فلان وفلان ينفع يكونون معاونين ما راح يقولك لا. طب هل تعلم باللي صار بيننا تحت البث؟ انا يا يا شخص يا يا حبيبي انا مالي دخل باللي تحت البث. بحوث احنا ما عندنا باللي صار خلاص. ايوه احنا عندنا في الاشياء اللي امام البث. حلو فانتم لا تدخلون في النيه وانتم ما تدرون عن شيء. احنا ما ندخل في النيه يا فارس. هو يقول لو انك انت ما تدري يمكننا صار. هذا كلامك انت قبل شوي. لا مو هو بكلامي. انتم تلفلفون يمين يسار يمين فوق تحت. يلا انت ادرى مخلفك يعني. انت ادرى مخلفك يعني. الحين هو يقول انت جبرت خاطر. طيب انا من يجبر خاطري؟ كل يوم جايبين هنا اي مشاكل. اسمعني بهدوء اهدى. انا هادي وانا اخوك ترى. لا انت ما انت بهادي. انت داخل. انا فارس. انت داخل منبشم ومشتحن لدرجه ان ابو حمود شكرك عندي حساسية بيني وبينكم صراحة. استشميت صار عندك شكوك حتى في شكوك. لا ما عندي شكوك عندي حساسية طال عمركم منكم. اسمعني خل الترقة هذه خلها لل ما هي ترقة هذا صحيح. خليك معي. شكرك ابو حمود قلت له لا ما ابغى الشكر. يعني داخلك حتى انت ما انت بواثق من نفسك في وجودك على لا لاني انا سويت شيء لله. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني ترى يا فارس ترى دخولك ذا وشحنتك واستشمامك من شو اسمه بالعكس كلامي احبه ما اشتميت منه. سبب عندك نوع من الربكه. لا ما عدم التوازن. ما في ربكه. انت الا في ربكه. انت قبل شوي تقول محمد بن حم اخوي ونواف تقول لي كلهم اخواني يا اخي. كيف يا ولد يا فارس فارس محمد بن حم اخوي وما نواف ما لي شغل فيه. محمد عيسى ابخ طبخه اسكت مسوي عايش دور والله يا فارس 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 من اخوك اختم كلامي. لا يا حبيبي لا كذا مليون وقاطع يا فارس خلوني اتكلم. طيب خليني اتكلم عن الرجال. تتكلم بس اتمنى ان يكون جدي ما هو بحساسيه وتريقه. لا جدي تفضل. اول شيء طال عمرك انتم مهما فعلتوا راح يعني تبون تفرقون بيننا كاخوان كنسخه مثلا. خليني اكمل. طيب يا اخوي يا اخي تكلم كلام يدخل عقلي. شلون تقول انتم متفرقين؟ انتم متفرقين يا مسلم. هذا انت والله تاخذ لك كوب شاهي وتفكر كيف افرق بين فلان وفلان. اسمع طيب خليني اكمل كلامي. طيب انتم لا شفتوا الكلام اللي بيوجعكم قمتوا تلفون وتدرون. يلا قول فارس قول. اول شيء طال عمرك ان قلت احنا اول شيء كلنا اخوان. ثاني شيء مساعيكم هذه مساعيكم انكم بتفرقون اخوتنا هذه مستحيل 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 وبنبقى اخوان طال عمرك وبيصير بيننا مشاكل. ترى احنا ما احنا يا رجال صادق تبون انت اخوان انت اخوان صحيح. انا اتفق معك اتفق والله العظيم اني ارفع لك شوي طالع. اسمع صالح 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 ارفع لك القبعه يا فارس. انتم فعليا اخوان فعليا. والدليل على ذلك طال عمرك والدليل على ذلك ان جاء خويكم يطلبكم في اتفه الاشياء انكم تصيرون معاونيه ورفضتوه. هذا رقم واحد. رقم اثنين ابلغكم بس جزء من تناقضات مداخله فارس بعيدا عن الاشياء اللي ذكرها يا ابن الحلال. انت كلمة اسمع اسمع عادي دقيقه. فارس يقول هذه طبخه وانا احيي شجاعه. نعم ولكن نعم ولكنها شجاعه محمد عيسى. ولكن محمد عيسى جيبوه والله لبط الاول والثاني. لا ادى والله لبيع العداد كامل. يقول فارس ترى انا صريح الصراحه مزعجه وانا صريح. لو سمحت يا فارس ما حد قاعد يسمع فارس الا انا وانت ولا نسمع بعض. في ناس قاعدين يسمعوا. انا ما اسمعك طول حياتي يا فارس. اهدى نفداك في جمهور يشاهدنا لو سمحت. الجمهور لازم اعلمه الصحيح. لو سمحت ترى احنا اليوم يا فارس ويا اخوان النقاد احنا اليوم باسم الجمهور وما حصل البارحه. لو سمحت احترم الجمهور واحترمنا. الجمهور محترمه طال عمرك. طيب لو سمحت انت على شاشه الجمهور لو سمحت الان اهدأ واسمع. وانتم محترموا الجمهور ولا تسوون مشاكل بين المتسابقين. لو سمحت يا فارس الله يسلمك في الدارين. طيب اسمع لانكم تفتقدون الاخوه كل شوي طالع منكم واحد. اسمح لي يا سر عادل. انا اتوقع ان فارس لا راح ينصت لك ولا راح ينصت هذا ولا راح ينصت. علق على حاجه فارس طال عمرك. علق على فارس طال عمرك. اختم كلامي معك. اختم اذا اخذت القياده في امر كملها فيه ولا عنده ما يقدر يقود. شكرا لك يا فارس. ما يقدر يقود. شكرا لك. شوف فارس انا استغرب من نقطه يجي يقول ان انتم تبون ايش تفرقون اخوتنا. احنا والله ما كنا بنفرق شيء. جالسين ما على قولة نايف. احنا ما شربنا شاي نفكر في التفرقه. الاخوه المزعومه قبل ثلاث ايام
كشف ملف الأستاذ عادل وأنا حاولت أغطي عليهم، قلت لا وبدريش عن استقبال بارد لأحد زملائهم اللي غاروا منه. ركان السلي. ركان. زين جالسين أمس استضفنا نواف نخشى في الفقرة الدخولية، جاء الرجل قال والله كلمتهم وسحبوا عليه واعتذروا وخلص الفقرة راحوا جو قالوا له على الهواء على الهواء ما حد بلغنا. عادل عنده جواسيس، أنا ما عندي جواسيس. لا يمكن على الهواء سمعت. ليش تقول هذا الكلام على الهواء؟ كذا قاعد يقولون له هم مو يعني نقطتهم، وجلسوا وضغطوا عليه بعدين دخلوا داخل طلع نواف وكان في الوضع اللي دخل معاه فارس. ف يعني هل احنا لنا دور في هذا الموضوع؟ هذا ما هو ظاهر على الشاشة امام كل المشاهدين، احنا فقط تكلمنا معاكم فيه. تفضل تفضل عندك نقطة اخيرة. بإيجاز انا يا فارس والكلام هذا للشباب، انا ما جيت لخطاب الدويحس قلت قل الكلام النواف العرماني صديقك، انا ما جيت قلت محمد ملحم عزز السلطان عشان يقول الكلام هذا صديقك، انا ما جيت وقلت ميد علي قلت ميد بن فرزان وقلت ميد مهد المسفر او الشباب اللي نكون معاونين قلت لا تصيروا معاونين للنواف العرماني. اصدقائك باختصار احنا ما جينا ندخل بينكم، واذا جينا ندخل بينكم فعليا وشقينا الصف هذا دليل انكم انتم على قلب واحد، لانكم على قلب واحد كان ما في احد شق صفكم. رقم اثنين، لو ان فعليا ناويين نشق الصف تمام مثل ما ذكرت، لكن احنا جينا فعليا نكشف حقيقتكم للناس. فارس بس اختم، ذكر ثلاث متناقضات لابد انها لا تمر مرور الكرام، ولا بد ان محمد بن منصور يشرف على الاولى. يقول هذه طبخه من الاداره والاعداد، قلنا لك يا فارس طبخه مع مين؟ سكت، هذا دليل ان الرجل غير صادق. رقم اثنين، قال انا ما سمعت، انا ما كنت حاضر الهوشه، بينما سمع الصوت وايش قال؟ قال سمعت ولا بيدخل فيها، دليل عدم قياده. رقم ثلاثه، وقف مع محمد بن ملحم ولا وقف مع نواف، قال اني احب محمد بن ملحم، سبحان الله حينما ينطق القلب. اذا انت للاسف او بعض الشباب ينظر الى بعض الموجودين في النسخه بعين، ما اقول لك طبيعي اني احبك اكثر من صالح، طبيعي جدا ابو يوسف وكذا، لكن ما انظرك بعين الحزبيه اني اتحزب ضد مع فلان ضد فلان. كشفناك اليوم يا فارس. طبعا على جمهورنا العزيز، جهزوا لي بالله عبد العزيز مسفري ولا عليكم امر، جهزوا لي عبد العزيز مسفري. جمهورنا العزيز، نقطتين بإيجاز. إذا كان كلام فارس الحربي أن هناك طبخة من الإدارة أو من الإعداد وأنتم أكلتوها، فهذا ضعف في قوتكم. صحيح. خلنا نقول نعم إن في هناك طبخة وطبختها الإدارة وطبخها الإعداد وقامت عليكم، هذا دليل إن قوتكم ضعيفة. واحد. اثنين، تقول قبل شوي جيتكم واحد وجيتوني جماعة، نواف أمس جاكم واحد وجيتوه جماعة. من أشهد. أي تناقض تتكلم فيه يا أخي؟ لك الله يا نواف. عطنا في مقطع بالله على الكلمة هذه. أخي نواف. عطني. عطني يا مشهد. آخر الكلام. رجال قدرك ودخل معك شيخ بدون أي ترتيب. طيب. لا تبيع علبة. هذا سبب العلبة. أول شيء بعتك. لا بعتك. ما بعتك. ما بعتك يا نواف. ما بعتك. تعذرت قصدي. لا ما بعت. مو عارف تعذرت. لك معرفة مثلا الدوم. تعذر. إيه خلاص. اسمع اسمع اسمع. بخصوص مهذب. واحد يقدرك. بخصوص مهذب دقيقة. أتكلم على رجال. بخصوص مهذب. قمت مهذب. إيه هو ترى مهذب صح ولا لا؟ إيش رأيك؟ من اللي جاء الثاني واحد وجاء جماعة؟ هذا شيخكم، شيخ القرية. أقسم بمن أحل القسم لو كانت النسخة هذه أنا فيها وجاني شيخ يا كرم نواف، خلنا نقول أنه جاني شيخ ما عنده قيادة ولا عنده شخصية ولا عنده أساليب، لا أعلمه الأساليب وأكون معه معاون وأعلمه كيف يدخل وأقول له يمنع وأجي أنا وياه تحت الهواء وأرسم له سيناريو وأخليه يطلع بالسيناريو لكم. لكن الله ربنا وربكم، كلامكم طال عمر ما يبين لكم ثقة بينكم من بعض. أحد أبياتها شاعر مشعل نزي شقول، يقول انا اخوي الجنب من عدني متون، اللي يا سكت تجي تفتخر به، يا ليتها جتني من ضعاف وعفون، المشكله جتني من بياض الوجيه.